في الفيديو ده هنتكلم عن بناء التانك أو الدبابة البشرية، والبناء ده قوي جدا ورائع وممتع لدرجة بعيدة. أنا ما حصل جربته قبل كده، لكن لما جربته حاليا استمتعت به جدا. أيضا البناء ده على طلب المتابعين قالوا حابين يشوفوا بلد رادان أو جسم رادان بسهولة، فما تنسونا من اللايك والاشتراك على القناة. بالنسبة للبلدات، طبعا في بلدات كثيرة في اللعبة قوية جدا ورائعة، وأيضا بتقدر عن طريقها تغطي على رادان أو تهزمه، لكن حتحتاج إنك تكون متمرس في اللعبة أو بتحتاج مهارة في اللعب خصيصا ضد رادان، وتزعيم صعب جدا، والمفسد بتاعته سريعة جدا، مرات بتأخر مرات بهاجم بشكل سريع جدا، والفيز الثاني أصعب بمراحل مع أشعة الضوء أو الهولي دامج اللي بيسببه بعد كل هجوم. فأكيد ما في أسهل من إنك تستعمل درع تصد كل هجماته وتهاجم في نفس الوقت تسبب ضرر عادي باستخدام النزيف أكيد. والبناء ده صراحة ما ممتع فقط ضد رادان، أنا جربته أمام عدد من الزعماء واللعب فيه كان ممتع جدا، فقط فكرة إنك أنت ماسك الدرع والعدو ما قادر يضررك أو يسبب لك أي دمج وتقدر تهاجمهم في نفس الوقت، فكرة رائعة جدا صراحة. فعشان كده لازم تجربوه حتى أمام الزعماء اللي بيعتبروا سهلين أو ممكن تقضي عليهم بأي بلد آخر. طيب بالنسبة للبناء، طبعا بتحتاج سلاح من نوعية طعنات رمح هافي سيرستينج سورد أو سيرستينج سورد أو حربة أو أي سلاح من نوعية الطعنات بيأدي الغرض بشكل جيد جدا، ولو ممكن تضع فيه أشوفور من اختيارك تعملها على نزيف يكون أفضل عشان تسبب تراكم نزيف أعلى للأعداء، عشان ده حيكون مصدرنا الأساسي للضرر وحنقدر نحصل منه على ضرر عالي جدا، نظرا لانه حنطحن الاعداء باستمرار من خلف الشيل بشكل سريع جدا، فحنقدر نسبب تراكم النزيف في وقت وجيز جدا. وبالنسبه للسلاح في عدد من الخيارات، لكن حوريكم الخيارات وحوريكم انا بستعمل شنو شخصيا. اول خيار فيه سيف فارس العفن النظيف او الكلين روت نايت سور. السلاح ده بيعتمد على الدكستريتي والقوه، لكن تحصل منه على ضرر عالي اذا وضعت نقاط اكثر فيه القوه. ايضا بالنسبه للطعنات سريع جدا، اسرع من اخوانه اللي حنتطرق لهم لاحقا في الفيديو ده. من ناحيه الضرر، ضرر رائع جدا وأيضا قوي وبسبب النزيف بشكل سريع، والسلاح ده ممكن تحصل عليه في بداية اللعبة من كيلد من الجريس دي بالتحديد أيونيا الداخلية. هنا حيكون في مجموعة من فرسان العفن ممكن تعمل عليهم فارم عشان تقدر تحصل على السلاح، لكن إذا قدمت في اللعبة وصلت إلى الهيرك تري المنطقة دي حتكون أفضل، غرفة التضرع أو البراير روم. خارج الغرفة دي حيكون فيه أحد الأعداء ممكن تهزمه تعمل عليه فارم باستمرار عشان تحصل على السلاح. السلاح الثاني هو الحربة أو اللانس، أيضا أضع عليه أي آش فور من خصائص الدم وعملها على دموي او بليد عشان تقدر تحصل على تراكم نزيف. طبعا انا واضع 40 نقطة في الاركين بالنسبة لجميع الاسلحة، فده حنحصل على 125 تراكم نزيف في 40 اركين. ايضا السلاح ده بيعتمد على القوة والبراعة، وكل ما وضعنا نقاط اكثر في القوة حنقدر نحصل على ضرر جسدي اعلى من السلاح، وايضا بفضل الحاجة دي نظرا لانه الدرع بيستهلك نقاط كثيرة في القوة، فمن الافضل انه السلاح اللي بتسبب به الضرر يكون بميل الى القوة عشان تقدر تحصل على ضرر عالي، بدلا من انك توزع النقاط في الدكستريتي والاركين والاندروس عشان تقدر تحصل على نقاط، فحتتطلب مستواك انه يكون عالي جدا عشان تقدر تحصل على ضرر عالي جدا وايضا تحصل على استامينة عالية، لكن حنتطرق للحاجة دي بعدين في توزيع نقاط القوة. السلاح ده ايضا حتحصل منه على ضرر رائع جدا وايضا طويل جدا، لكن شوية صغير في الطعنات والفرق واضح جدا، خصيصا من الصوت حتعرف انه السلاح اثقل في تسديد الضربات من السلاح السابق، لكن ما سيء نظرا لانه بيعوض عن الحاجة دي بالطول او المدى الخاص به، وده حيكون اختيارك المفضل اذا انت في بداية اللعبة وحاب تحصل على سلاح من بداية اللعبة وتعمل البيلد ده. هتقدر تحصل عليه من ليم جريف في كوخ سيد الحرب من الجريس دي بالتحديد، انتطي حصانك وتابع بالطريق ده واتجه بالطريق ده لحد ما تصل الى المنطقة دي. في الصخرة دي بالتحديد اعلاها هيكون في قطعة لوت عبارة عن اللانس او الحربة ممكن تحصل عليه في بداية اللعبة. السلاح الثالث سيف مبارزة النمل، ايضا واضع عليه اش اوف وور من اختصاص الدماء زي السيبوكو او اي اش اوف وور اخرى، فقط تكون دم عشان تقدر تحصل على تراكم نزيف لما تعملها على دموي، دي حاجة اساسية، تقدر تحصل على سكيل في الاركين. سلاح ده رائع جدا ومن اسلحتي المفضلة صراحة، نظرا لانه فوقه تراكم في العفن القرمزي بشكل اساسي 50 تراكم في العفن القرمزي، وايضا مع الاش فور حنضعها حنقدر نحصل على تراكم نزيف 102 في 40 نقطه قمود او اركين، دي حاجه كويسه جدا والسلاح ده رائع جدا، حتقدر عن طريقه تسبب نزيف وايضا حتقدر تسبب عفن قرمزي للاعداء خصيصا امام رادان نظرا لانه ضعيف جدا امامه، حاجه كويسه جدا انك تستعمل السلاح ده، لكن الجانب السيء فقط انه قصير جدا
على الرغم من انه سريع جدا في تسديد الهجمات وحيسبب ضرر عالي جدا، الا انه فقط حيكون قصير جدا، حتضطر انك تكون بالقرب من الاعداء كل ما ابتعدوا عنك، ودي حاجه ما سيئه جدا نظرا لانه اصلا انت حتكون بالقرب من الاعداء، لكن اذا الاعداء تراجعوا للخلف قليلا ما حتقدر تصيبهم بالسلاح ده. لكن خلاف ذلك سلاح رائع جدا حيسبب ضرر عالي جدا، وايضا عن طريقه حتقدر تسبب العفن الغرمزي، ده واحد من اسلحته المفضله صراحه. السلاح ده حتقدر تحصل عليه من ضواحي العاصمه الملكيه من الالتوس بلاتو من الجريس بالتحديد تل شجرة إيرتري، من هنا اتجه بالطريق ده إلى الأمام مباشرة لحد ما تصل إلى الشيدد كاسل، ما دارين ندخل إلى الشيدد كاسل، فقط فعل الجريس دي ومن هنا تابع بالطريق ده لحد ما تصل إلى المنطقة دي بالتحديد، هنا حيكون في NPC بيحمل نفس السلاح بيتجول في المنطقة دي. أهزمه حتقدر تحصل منه على السلاح. طيب نجي إلى سلاحي المفضل وده السورد لانس أو السيف الرمحي. السلاح ده سريع جدا في تسديد الضربات وأيضا فيه تراكم نزيف 150 تراكم نزيف في 40 نقطة أركين، وأيضا بيعتمد على القوة في تسديد الهجوم أو بتقدر تحصل منه على ضرر عالي بالنسبة إلى الضرر الجسدي كل ما وضعت نقاط أكثر فيه القوة، ودي حاجة كويسة جدا نظرا لأنه الدرع أيضا بيحتاج نقاط كثيرة جدا فيه القوة، فمن الضروري إنه يكون السلاح والدرع على توافق عشان تقدر تحصل على ضرر عالي جدا كل ما وضعت نقاط اكثر فيها القوه. طبعا انا هنا وضعت عليه اش فور كراك بليد ووضعته على دموي عشان اقدر احصل على تراكم نزيف 150، لكن ممكن تضع سيبوكو او اي اش فور دمويه من اختيار، فقط كراك بليد نظرا لانها بتدوم لوقت اطول وايضا بتديك زياده في قوه الهجوم وزياده في البويز دمج اللي بتسببه للاعداء. اثناء ضربك للاعداء بالسلاح ده هتقدر تكسر قدره تحملهم خصيصا امام رادان وايضا امام مزمر، لكن ممكن ايضا تستعمل اش فور سيبوكو في السلاح ده. ايضا سريع في تسديد الضربات، ما سريع زي سيف مبارزة النمل لكن أسرع من الحربة أو اللانس، أسرع منه بمراحل وأيضا أفضل في الضرر وأفضل في تراكم النزيف. استخدام السلاح ده أي زعيم بثلاث طعنات حتقدر تسبب النزيف للزعيم. في حالة رادان حتحتاج أعتقد 4 نظرا لأنه عنده مناعة عالية أمام النزيف، لكن أمام أي زعيم آخر 3 طعنات كفيلة بأنك تسبب النزيف للأعداء، ثاني تتبعها بثلاث طعنات من السلاح ثاني حتسبب النزيف. على الرغم من أنه النوع ده من البناء بيحتاج وقت طويل في القضاء على الأعداء، لكن السلاح ده عن طريقه حتقدر تقضي على الاعداء بشكل سريع جدا. طبعا السلاح ده عشان تحصل عليه لازم تهزم كوماندر جايس الموجود خلف حصن الظل، حاسب لك رابط مهمه الكون تيمر حيوضح لك كيف تصل الى الزعيم الموجود خلف حصن الظل. بعد تهزم الزعيم انتقل الى الراوند تيبل هولد واستبدل روحه مع العجوز آنيا، عن طريقه حتقدر تحصل على السلاح. طيب بالنسبه للدرع المستخدم حيكون عندك خيارين، اما انك تستعمل درع الزنجار وده الدرع الخاص بمور ده NPC موجود في الاضافه، او انك تستعمل الفينجر برينت ستون شيلد او الدرع حجري ببصمه الاصبع. طبعا درع مور ما بتقدر تضع فيه اش فور من اختيارك، فيه اش فور بشكل اساسي اندفاع مور، لكن الدرع الحجري ممكن تضع فيه اش فور من اختيارك، وهنا حنضع اش فور نو سكيل او بلا مهاره عشان مع الدرع ده حنقدر نستعمل الاش فور اذا انت ماسك الدرع بالطريقه دي، لكن اذا انت مستعمل درع مور ما حتقدر تستعمل الاش فور. اذا ضغطت زر المهاره استعمل المهاره الموجوده في الدرع، عشان كده انا مستعمل او بفضل درع الفينجر برين. ايضا الدرعين متشابهين جدا تقريبا في اي شيء، ده بيحتاج 49 نقطه في القوه، ده 48 نقطه في القوه. طبعا درع الفينجر بريد بتفوق على درع مور في الدفاع ضد الخصائص الاضافيه زي السحر والنار والبرق والتقطيس، ايضا بتفوق عليه في تعزيز الوقايه او الجارد بوست. طبعا كل ما الجارد بوست يكون عندك عالي حتستهلك استامينا اقل ما تصد به الدرع، بمعنى كل ما الاعداء يضربوك وانت صاد بالدرع حتستهلك استامينا اقل، لكن الجارد بوست اذا كان بسيط او قليل حتستهلك استامينا اكثر كل ما تعرضت لضربه في الدرع. درع الفينجر برينت رائع جدا ومتفوق على درع مور، لكن كما ذكرت سابقا الاثنين قويين جدا وما حتلاحظ الفرق بيناتهم صراحه، ممكن تستعمل اي درع حيديك نفس النتيجه، لكن انا بفضل اني استخدم الفينجر برينت ستون شيلد. طيب خلونا نتكلم عن كيفيه الحصول على الدروع دي. اولا درع مور طبعا دي NPC حيكون متواجد هنا خارج مستوطنة بيلورت في تقاطع البوابة الرئيسية، تعال هنا واتكلم معاه وخلص الحوار كامل، بعدها تقدم في اللعبة واتجه ناحية حصن الظل. بمجرد وصولك بوابة حصن الظل حتجيك رسالة انه في رون عظيم اتكسر، بعد تكسر الرون ارجع الى مور واتكلم معاه وخلص الحوار كامل. هنا حيديك بعض الخيارات، اختار انه مور يكون تعيس للابد عشان يموت ونقدر منه نحصل على الدرع بشكل اسرع، لكن كن على علم انك ايضا حتفوت بعض الاشياء المرتبطه بمهمته، عشان كده حاسب لك رابط في الديسكربشن يوضح
لك مهمته كاملة. إذا عجبتك الأشياء هتحصل منه كمل المهمة، لكن إذا أنت حابب تحصل على الدرع من البداية وبشكل سريع بعد تكلم مع مور وتقول له إنه يكون تعيس للأبد انتقل إلى الجريس دي، تقاطع الطريق السريع من هنا امتطح حصانك وتابع بالطريق ده لحد ما تصل إلى المنطقة دي خلف كنيسة الحملة الصليبية. هنا بالتحديد حتكون فيه حشرة وبالغرب منها حتلقى مور ميت، وأيضا حتقدر تحصل على الدرع الخاص به والبيل بيرينج كقطعة لوت. دي أسرع طريقة ممكن تحصل على الدرع الخاص به. بالنسبة إلى الفينجر برينت ستون شيلد حتقدر تحصل عليه من الجزء السفلي من العاصمة الملكية قلعة المنبوذين في الجريس دي بالتحديد بعد تهزيم موك لورد أوف بلاد، من هنا تابع في الطريق ده. أيضا إذا ما عارف كيف تصل إلى المنطقة دي الموجودة أسفل العاصمة الملكية حاسب لك رابط في أول تعليق وضح لك كيف تصل إلى المنطقة دي. طبعا هنا أخفز بحذر صراحة حتعاني من إنك حتسقط، بمجرد سقوطك في الأسفل ما حتقدر تحصل على الدرع ده إلا تاني ترجع إلى الجريس وتاني تجي تقفز من جديد، فعشان كده أخفز بحذر. لحد ما نصل هنا، وهنا حيكون في طريق صغير جدا في نهايته حتقدر تحصل على الفينجر برينت ستون شيت كقطعة لوت. بالنسبة للتلزمن حنستعمل تلزمن درع التنين العظيمة، ده حيدينا زيادة في قوة الدفاع بنسبة 20% بالنسبة إلى الضرر الجسدي، وأيضا حنستعمل تلزمن الدرع العظيمة ده حتزيد قوة الدفاع بنسبة 20% لمن تكون أنت صاد باستخدام الدرع، والجريت جار أرسنال أو أسلحة الجرة العظيمة عشان وزننا ما يكون صغير ونقدر نعمل رول، لكن الحاجة دي فقط أمام الأعداء اللي عندهم جراب أتاك، زي الجولدن هيبو عنده جراب أتاك عشان كده حتحتاج إنك تعمل رول أو دوتش عشان تتفادى الهجمة، وأيضا مزمر وأيضا رادام في الفيز الثاني عنده جراب أتاك، عشان كده أمام الأعداء ديل من الضروري إنك تستعمل أسلحة الجرة العظيمة عشان وزنك يكون خفيف وتقدر تعمل دوتش، لكن أي عدو آخر ما عنده جراب أتاك ممكن تكون عادي صغير أمامه. وأيضا تلسمن السلحفاء ذات الرأسين ده حيزيد سرعة استعادة الاستامينا أو قوة التحمل بدرجة كبيرة بنسبة 22%، دي حاجة كويسة جدا لأنه الاستامينا حاجة مهمة جدا في البناء ده. أيضا في خيارات أخرى إذا حاب تزيد قوة الهجوم عندك ممكن تستعمل تلسمن الرمح أو السبير تلسمن، ده حيزيد قوة الهجمات أثناء ما أنت بتصد بالدرع وبتهاجم الأعداء في نفس الوقت اللي هم بيهاجموك فيه، حتقدر تحصل على ضرر إضافي بنسبة 15%. وأيضا خيار آخر ممكن تستعمل تلسمن درع اللؤلؤ، ده حيزيد قوة الدفاع بنسبة 20% لكن بالنسبة إلى السحر والنار والبرق والتقديس، لكن طبعا ده ما بتفعل إلا لما أنت تكون صاد باستخدام الدرع، لكن ممكن تستعمل الجديلة الذهبية دي حتزيد قوة الدفاع بنسبة 20% أمام الضرر بالتقديس، وأيضا ممكن تستعمل تلزمن درع النار أمام مزمر ده أمام رادان حسب العدو بهاجمك بأي نوع من الضرر. أنا شخصيا أمام رادان والأعداء اللي عندهم جراب أتاك بستعمل النوع ده من التلزمن، لكن اللي ما عندهم جراب أتاك مغير التلزمن ده، وأحيانا بحتاج إني أغير التلزمن ده إلى تلزمن دفاعي، لكن حسي حاليا حوريكم كيف الأمور حتمشي امام قتالنا ضد رادان. ايضا حنحتاج ختم او سيل عشان نلغي وعد التعاويذ، وايضا عصا سحر عشان نلغي تعويذه سحريه بتزيد قوه الدفاع بالنسبه الى الدرع. طيب بالنسبه للتعويذ حنستعمل جولدن فاو حتزيد قوه الهجوم والدفاع بنسبه 15% لمده 80 ثانيه، وايضا هبه المباركه عشان نقدر نجدد الهس عندنا باستمرار لمده 90 ثانيه، حاجه ما ضروريه لكن ممكن تستعملها وممكن ما تستعملها اذا حابب. ايضا حنستعمل تعويذه سحريه درع الدراس او السكالر شيل، دي لما تستعملها في الدرع الخاص بك حتزيد قوه الدفاع بنسبة 30% بالنسبة إلى الضرر الجسدي و 70% بالنسبة إلى الضرر السحري، رائعة جدا جدا. التعويذة دي حتقدر تحصل عليها من الـ NPC اسمها سيلين، حتكون موجودة هنا في غبو أنقاض الوجهة، المنطقة دي في ليم غريف في بداية اللعب، لكن إذا أكملت مهمة الساحرة سيلين حتنتقل إلى قلعة رينالا أو في الجريس دي مكتبة رايا لوكاريا الكبرى. بالقرب من رينالا حيكون في كرة سحرية كبيرة فيها عدد من الوجوه عن طريقها حتقدر تتعلم أو تشتري التعويذة. في الفلاسكو فيدرس فيزيك حنستعمل الدمعة الصلبة المتلألية، دي حتزيد قوة الدفاع بنسبة 20% لمدة 3 دقائق ودي حاجة أساسية. أيضا حنستعمل دمعة الانفجار الأخضر أو الجرين براس كريستال تير، دي حتجدد الاستامينا بشكل سريع جدا لمدة 3 دقائق ودي حاجة أساسية نظرا لأنه الاستامينا حاجة مهمة جدا في البناء ده، أثناء ما أنت بتصد الاستامينا حتنتهي منك بشكل سريع جدا، فعشان كده محتاجين إننا نجدد الاستامينا بشكل أسرع. في الجريت رون ودي حاجة مهمة أيضا حنستعمل رون ميلينا، ده عن طريقه حنقدر نستعيد نقاط الصحة اللي خسرناها أثناء تعرضنا للضربات عن طريق تسديدنا للهجمات للأعداء. أيضا عشان نزيد قوة الدفاع بشكل أكتر حنستعمل السلطعون المسلوق، ده حيزيد قوة الدفاع بنسبة 20% لمدة دقيقة كاملة. طيب بالنسبة إلى تسلسل البف أو الفعل الجريت رون الخاص بميلينيا، بعدها استعمل جولدن فاو أو العهد الذهبي، استعمل هبة المباركة إذا حابب حاجة اختيارية، من سحر غير الدرع الخاص بك، استعمل درع الدراس أو التعويذة في الدرع، طبعا بعد ما تغير الدرع من يدك عشان التأثير بتاع التعويذة حيروح،
استعمل البويلد كراب أو السلطعون المسلوق، استعمل الفلاسكو فوندرس فيزيك، استعمل المهارة الموجودة في السلاح سيبوكو أو كراك بليد وادخل إلى رادان، هنطعن صاحبنا للموت. طبعا إذا حابب ممكن تعمل دوتش أو ممكن تصب، أنت واختيارك. الحاجة المهمة إنك تلاحظ لها هي الاستامينا الخاصة بك، كل ما الاستامينا بتاعتك بقت قليلة حاول اترك الدرع وتحرك كده عشان تقدر تستعيد الاستامينا بشكل أسرع، لكن خلاف ذلك تابع فيه الطعن لحد ما صاحبنا يموت. ده الفيز الأول، كلام جميل. أيضا ما تهتم لأي حاجة هو بيعملها، فقط أمسك الدرع. عشان كده قلت لكم البناء ده ممتع جدا، ما هتهتم لأي شيء، فقط هتضرب. استمر في الطعن. شايفين الاستامينا بتاعتي بقت قليلة، بحاول استعيدها. حتى إذا كسرت زي ما شايفين الاستامينا بترجع بشكل سريع جدا. أيضا ممكن تعمل هيل بشكل عادي. تعالي نرجع نطعن صاحبنا للموت. عاد عمك بيطير كويس جدا، دمه بقى قليل جدا. عاد كده الله الله، مفترض يجي ربيعي ما يقتلني. أهرب من الهجوم ده لأنه قوي جدا، إذا ضربك بالهجوم ده حتموت حتى إذا أنت صادق. تعالي نطعن صاحبنا للموت. الحاجة المهمة إنك تعمل حسابك من الجراب أتاك بتاعته، لكن ما استعملها ضدي وقدرنا نقتله بسهولة جدا. بناء ممتع لدرجة بعيدة صراحة. بالنسبة لتوزيع نقاط القوة في مستوى 150 40 نقطة في الحيوية أو الفيجر، صراحة الهيلث ما حاجة مهمة كده، نظرا لأنه أنت بتصد باستخدام الدرع وأيضا مستعمل درع صغير، فقوة الدفاع عندك عالية، فمعظم الهجمات حتى إذا ضربوك ما حتموت يعني بضربة واحدة. 40 حاجة كويسة. القدرة العقلية 15، فقط محتاجين عشان نستعمل الأش فور والمهارات أو نعمل بف، ما في احتياج كثير ليها. في التحمل أو الإندورنس 44 نقطة، وصراحة بفضل إنها تكون أكثر، لكن نحن محدودين بالمستوى في مستوى 150. القوة 50 نقطة عشان نقدر نستعمل الدرع، سواء كان درع الزنجار أو الفينجر برينت ستون شيلد. في البراعة، إذا أنت بتستعمل السورد لانس ما تضع أي نقاط في البراعة سوى 11 نقطة، فوافق فقط متطلبات استخدام السلاح، وبقية النقاط أضعها في التحمل أو الاندورنس، حاول وصله إلى 50 يكون أفضل. لكن أنا هنا استعملت سلاح مبارز النمل، بحتاج 20 نقطة في البراعة عشان أقدر أستعمله، لكن بعد تحصل على السورد لانس صراحة أفضل إنك تضع النقاط في التحمل. في الذكاء 12 نقطة عشان نقدر نستعمل تعويذ الدرع الدراس. في الغموض 40 نقطة عشان نقدر نحصل على تراكم نزيف في السلاح، 150 تراكم نزيف. في مستوى 250 نقطة في الحيوية والفيجر، زي ما قلت لكم سابقا الهيلث ما حاجة مهمة كده. القدرة العقلية زي ما هي 15 نقطة، التحمل 60، وبفضل انك في مستوى 200 زي ما شايفين عندنا بعض النقاط تزيد التحمل اكتر الى 80 او اعلى، او ممكن تضع النقاط في القوة عشان تقدر تحصل على ضرر اعلى من السلاح، وايضا تضع المتبقي من النقاط في التحمل، انت واختيارك. هنا حتكون في مرونة في توزيع النقاط، وأيضا حنضع 25 نقطة في الإيمان عشان نقدر نستعمل تعويذة جولدن فاو. لكن إذا أنت ما تستعمل تعويذة جولدن فاو، ممكن توزع النقاط في الغوة والتحمل عشان تقدر تحصل على استامينا عالية، وأيضا تقدر تحصل على ضرر عالي. لكن صراحة أنا بفضل إنك توزع نقاط الغوة بالشكل ده. فبس ده كان الفيديو لليوم، ما تنسونا من اللايك والاشتراك على القناة، وشكرا.